بكم أخت نجلاء. وعليكم السلام يا شبيبة، كي دايرة؟ الله بس الله سعيد يبارك فيك. الحمد لله الحلبات، ربي يخليك. والله العظيم من الحالة دي وانا كان بغي عيط وما كيتشدش لي الخط. اليوم سبحان الله العظيم اللي سمعت في الطلب ديال الطنزية، والله الا بقيت كنعاود وتنصوري. الحمد لله ايوا الحمد لله اللي شد لك الخط باش نسمعوا صوتك. ربي يخليك ربي يخليك. مرحبا مرحبا بك كثير اخت نجلاء، انا سعيده نسمعك معنا. عمرك اخيتي، ربي يخليك اختي، ربي يخليك. وفدوى من بني ملال كتسولكم على الطنجيه كيفاش تصوبها في الكوكوت وتجي بنينه، اذا تفضلي غادي نخليك تنصحيها وتعطينا الطريقه ديالك لاله الحادقه لاله نجلاء. ربي يخليك. عندنا حبيبه ديالي 1 كيلو ديال اللحم غنمي ولا بقري من جهه الملج. نعم. عندنا 4 فصوص ديال الثومه، حامضه مصيره مقسموها على 4، نعم، معلقه صغيره ديال السمن، نعم، معلقه صغيره ديال الكمون مطحون، وربع كاس ديال الزيت هي عاديه، وشويه الملح هي شويه. واخا نعاودوا معاك المقادير. إذا كيلو ديال اللحم غنمي أو بكري، ودابا راه الغنمي مازال في الكونجيلاتور، ممكن السيدات يديروا به هذا الطويجن. 4 ديال الفصوص ديال الثوم، معلقة صغيرة ديال السمن، معلقة صغيرة ديال الكمون مطحون، 4 كاس ديال زيت المائدة، وشوية ديال الملحة. والحامضة مصيرة مقسومة على 4. هادي ما سجلتهاش هنا، دابا نسجلها. إذا الحامضة، راه الحامضة مهمة في الطنجية. واخا ضروري كناخذوا هاد المقادير كلها وكنديروها في الكوكوط وكنمرقوا عليها، ما كنقليو ما حتى شي حاجه. نيشان يعني ماشي تحمريه ولا تشحريه؟ لا والو لا والو، كنديروا كل شيء في الكوكوط، واللي بغا تزيد شي شويه ديال الخرقوم كعبه، شي شويه باش ما تجيش بيضه. ياه. كنديروا كل شيء في الكوكوط وكنمرقوا على حد اللحم. وقول لي يا لنجلاء، هاد المقادير اللي عطيتينا كيلو تقريبا شحال خاصو؟ 2 زلايف كبار ديال الماء؟ بحال هكذا بحال هكذا بحال هكذا، كيطيب على المهل. وكنسدو الكوكوط. نعم. وملي كتبدا تصفر كنقصو البوطة في مرة وكنحسبو لها شي ساعة على العرض هكذاك. رائعة هادي، غادي تجي هادي راه كتجي نم 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 صافي. دابا اللي تشها طنجية يجي عند نجلاء ياك. مرحبا مرحبا. والله يخلي لك يديداتك، والله يخلي لك صحتك. وعندي واحد الطلب الله يسهل عليك للدكتور عماد. واخا قول لي دغيا باش يلاه نلحقوا. الله يعطيك